الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج كلام في الميديا. النهارده الحلقه مهمه جدا جدا جدا، تابعونا كويس قوي خلال حلقه النهارده، لان احنا طبعا زي ما عارفين ان في اجتماع هام جدا للكابتن محمود الخطيب. وفي الحقيقه هو مش اجتماع واحد، هو عده اجتماعات النهارده على مدار اليوم في النادي الاهلي علشان مناقشه طبعا كل الامور اللي تخص قطاع الكره بشكل عام، الفريق الاول بس، علشان طبعا احنا عارفين الكبوه اللي ممكن يكون بيمر بيها النادي الاهلي بشكل او باخر، بالتحديد بعد هزيمه نهائي دوري ابطال افريقيا. واكيد كانت بطوله مهمه وغاليه بالنسبه لنا كلنا، كنا نتمناها من قبل النادي الاهلي، لكن للاسف ما كانش في توفيق بالنسبه للنادي الاهلي، وكان في طبعا غير التوفيق عوامل كثيره جدا ادت الى خساره النادي الاهلي هذا اللقب الافريقي. بالتالي احنا هنكون معاكم لحظه بلحظه على مدار الحلقه النهارده كلها وعلى مدار اليوم بشكل كامل، علشان نعرف كل الكواليس اللي بتحصل في مقر النادي الاهلي في الجزيره، وكل ما يدور من اجتماعات مختلفه ونتائج كمان الاجتماعات دي. زي ما احنا شايفين كده دلوقتي في هذه اللحظات، دي صوره حيه لمقر النادي الاهلي في الجزيره، واكيد كل الكواليس ان شاء الله هنحاول نجيبها لكم. ولو في اي قرارات خرجت خلال الحلقه واحنا متواجدين معاكم على مدار ساعه ونص هنقولها طبعا لكل الجمهور اللي بيتابعنا واللي عايز يعرف او يطمن بشكل كبير جدا على النادي الاهلي وكل الترتيبات. طبعا دي صوره لمستر باتريس كارتيرون، دي بعض اللقطات كمان اللي كانت النهارده الصبح. خلينا اقول لكم الامور كانت ماشيه ازاي. صباحا طبعا كان في مران الفريق الاول لكره القدم ومن خلال تواجد الجهاز الفني بشكل طبيعي فيما عدا ليندمان. ليندمان ما كانش موجود النهارده ولا امبارح، الفريق طبعا استأنف تدريباته امبارح عقب الخساره امام فريق الترجي. ليندمان ما راحش لا امبارح ولا النهارده، اعتقد ان هو واخد اجازه من قبل الجهاز الفني لحين طبعا بعض القرارات اللي ممكن تصدر، لسه مش عارفين، ما فيش اي قرار هنقوله غير لما يكون رسمي، لان احنا جهه رسميه وقناه رسميه تحمل اسم النادي الاهلي، فاللي متعودين عليه طبقا للسيستم الخاص بالنادي ان ما فيش اي قرارات بتعلن غير لما تطلع بشكل رسمي من قبل النادي الاهلي، ده شيء معتاد وطبيعي بديهي جدا. بالتالي النهارده بعد التمرين ما خلص على طول كان في اجتماع اول ما بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي واللي وصل امبارح طبعا من رحله العلاج في المانيا، وكان الاجتماع عقب المران مباشره مع كل من مستر باتريس كارتيرون والكابتن محمد يوسف. خلص الاجتماع خرج مستر باتريس كارتيرون، طبعا احنا في عدد كبير جدا من الصحفيين المتواجدين هناك، وطبعا زميلنا كريم احمد متواجد هناك عشان الصوره لحظه بلحظه، فحاولوا ان هم يتكلموا مع مستر باتريس كارتيرون. مستر باتريس كارتيرون ما علقش على اي حاجه، قال كل اللي اقدر اقوله لكم ان انا مكمل مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه. بالنسبه لمستر باتريس كارتيرون، بالنسبه للكابتن محمد يوسف، الامور ماشيه بشكل طبيعي والناس دي مكمله. من الوارد ان يكون في بعض التغييرات في الجهاز المعاون لمستر باتريس كارتيرون والكابتن محمد يوسف، ده وارد، لسه مفيش اي قرارات، مفيش اي حاجه نقدر نقولها او نعلنها غير لما تصدر بشكل رسمي من قبل النادي الاهلي، وده شيء احنا متعودين عليه دايما. ده طبعا اعضاء مجلس الاداره اللي متواجدين خلال هذه اللحظات، وطبعا زي ما قلت لكم ده كان الاجتماع الاول بالنسبه للكابتن محمود الخطيب. الاجتماع الثاني وهو خاص بمجلس اداره النادي الاهلي، الاجتماع المفروض ان هو انطلق أو على وشك الانطلاق يعني في مقر النادي الأهلي في الجزيرة، وهيكون اجتماع مهم لمناقشة كل الأمور الخاصة بقطاع الكرة، وكمان هيكون في اجتماع آخر مع لجنة الكرة. هل هيكون في إضافات للجنة الكرة؟ هل هيكون في شخصيات مختلفة؟ كل الأمور دي هنعرفها معاكم لحظة بلحظة من خلال كواليس طبعا الاجتماعات في مقر النادي الأهلي في الجزيرة، وإحنا عايشين معاكم لحظة بلحظة من خلال تواجد كاميرا قناة النادي الأهلي بشكل طبيعي وبديهي جدا في مقر النادي الأهلي في الجزيرة. تكهنات كتير جدا، أخبار كتير سمعناها خلال الساعات السابقة، ناس بتقول أو ناس بتجتهد بتقول لك إقالة فلان، تعيين فلان، كل الكلام ده يا جماعة سابق لأوانه، كله هيتضح من خلال الاجتماع الخاص بالمجلس النهاردة. بشكل عام الناس اللي موجودة في مجلس إدارة النادي الأهلي وبقيادة الكابتن محمود الخطيب عارفين كويس جدا مصلحة النادي الأهلي، عارفين كويس جدا إيه الخطوات اللي هيتم اتخاذها لطبعا الاصلاح في قطاع الكره بالنادي الاهلي، لان اكيد كلنا يعني نامل ان نشوف النادي الاهلي زي ما كنا بنشوفه قبل كده رقم واحد دايما في مختلف البطولات اللي بيشارك فيها، نامل ان احنا نشوف عدد كبير من اللاعبين اللي يقدروا ان هم يشيلوا تيشيرت النادي الاهلي في صفوف الفريق، بالاضافه للاعبين المتواجدين بشكل طبيعي حاليا. فبالتالي ان شاء الله
التكهنات اللي بتسمعوها، لسه مفيش اي حاجه اكيد منها خالص، كل الكلام هيطلع بشكل رسمي من قبل النادي الاهلي، وده طبعا هيجرنا الكلام كمان عن الصفقات اللي كله بيتكلم عليها الفتره دي، لان طبعا كل عارف ان النادي الاهلي هيتم او هيحاول يدعم صفوفه بعدد جيد من الصفقات خلال الفتره اللي جايه علشان يقدر ينافس في مختلف البطولات اللي ان شاء الله هيشارك فيها او اللي بيشارك فيها خلال الفتره دي. فبالتالي طبعا كلام كتير عن بعض الاسماء، في اسماء خلاص يعني من الاخر كده تم الاتفاق معاها، لكن طبعا الاعلان برضه هيكون من خلال النادي الاهلي، لكن ممكن يكون اسماء كتير بتسمعوها او بتقروها ممكن ما تكونش صحيحه، كله هيبان ان شاء الله قريبا جدا، وان شاء الله يكون النادي بيسير في الطريق الصحيح واللي بيتمناه كل جمهور النادي الاهلي بشكل طبيعي ومعتاد بالنسبه للنادي الاهلي. الحلقه النهارده هتكون مهمه، تابعونا بشكل كبير جدا. خلينا نروح نشوف اهم عناوين حلقه النهارده. الخطيب يبدأ خطوات الإصلاح بالأهلي. لجنة الكرة تحسم ملف صفقات يناير مع كارتيرون. اجتماع تنسيقي في الأهلي للترتيب لرحلة الإمارات. لجنة المسابقات تعلن مواعيد مؤجلات الأهلي في الدوري. المنتخب الوطني يختتم استعداداته لمواجهة تونس. استادات تحصل على حقوق 15 ملعبا في مصر. وزير الرياضة مشروع الألف محترف سيأتي بثماره في أقرب وقت. طيب خليني اقول لكم كمان ان احنا الجزء الثاني من حلقه النهارده هيكون معانا حوار مهم ومميز جدا مع الاستاذ ايهاب الجنيدي الناقد الرياضي بجريده المصري اليوم، للحديث على كل الامور اللي بتدور على الساحه خلال الفتره الحاليه، وبالتحديد عن النادي الاهلي وكمان عن منتخب مصر اللي عنده مباراه مهمه بكره امام المنتخب التونسي. زي ما شفنا كده اهم العناوين كلها بتتعلق بالنادي الاهلي وبعض الاخبار المحليه كمان، وبالتالي التركيز خلال الفتره دي كلها من قبل كل الصحافه في مصر اكيد على النادي الاهلي، اللي كل طبعا عارف قيمه وقدر النادي الاهلي بشكل كبير جدا، والكل يتمنى اكيد تفوق النادي الاهلي وتحسين الصوره بالنسبه للفريق. نروح نشوف اهم الاخبار اللي اتكتبت على الاهلي في الصحف النهارده. الاهرام، الخطيب يبدا خطوات اصلاح مسار قطاع الكره بالاهلي. الاخبار، الاهلي يدخل منطقه الجروح ويعقد اولى جلسات الانقاذ، كارتيرون يرفض البكاء على اللبن المسكوب ووليد سليمان يعتزل دوليا. مجله الاهلي، الخطيب يبدا عمليه تصحيح المسار ويؤكد لن يرتدي الفانيلا الحمراء الا من يتحلى بشخصيه الاهلي. الاخبار المسائي، اجتماعات الحسم في الاهلي، مجلس الاداره يناقش ملف الكره والخطيب ينفرد بكارتيرون ويوسف. الوفد، يوم الحسم في الأهلي، الخطيب يناقش أسباب زلزال رادس وتغييرات منتظرة بالجهاز الفني. الشروق، اليوم الخطيب يستقر على خطوات إعادة هيكلة قطاع الكرة في الأهلي، إضافة عناصر على لجنة الكرة، حسم الصفقات الشتوية وتحديد أسماء القائمة الأفريقية، تعيين مدير للكرة ومناقشة تقرير أسباب الإخفاق الأفريقي، واجتماع مهم لمجلس الإدارة. الوطن، يوم حاسم في الأهلي لتحديد مصير الجهاز الفني بعد السقوط الأفريقي، ثلاث اجتماعات مهمة للخطيب مع المدير الفني ولجنة الكرة والمجلس، ومطالب بتوقيع عقوبات قاسية على أزارو وأزمة في الفريق بسبب السلية. الوفد، لجنة الكرة تحسم ملف صفقات يناير مع كارتيرون، والمدير الفني يسلم القائمة الأفريقية. اليوم السابع، الخطيب بيعلن خطة إنقاذ الأهلي في ثلاث اجتماعات مهمة اليوم، رئيس النادي يبحث مع كارتيرون مستقبل الفريق، جلسة خاصة مع لجنة الكرة واجتماع مهم لمجلس الإدارة. مجلة الأهلي، الأهلي في الإمارات بروح جديدة استعدادا للقاء الوصل الخميس. مجلة الأهلي، الشناوي يتحدث لأول مرة بعد خسارة اللقب الأفريقي، حقكم علينا ونعدكم برد الاعتبار خلال شهور، غابت روح الفانيلا الحمراء في رادس ولو عادت لدقائق لتغيرت الأمور.
طبعا كل مترقب الاجتماعات زي ما شفنا النهارده من خلال اخبار الاهلي في الصحف، كله مستني نتائج الاجتماعات الخاصه بالنادي الاهلي النهارده والاجتماعات اللي بيترأسها طبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. الاخبار قالت ان الاهلي يدخل منطقه الجروح ويعقد اولى جلسات الانقاذ اللي من خلال النهارده. في بس جزئيه مهمه بس يا جماعه، ان مش كل حاجه تتصلح النهارده في اجتماعات، لكن هي اولى الخطوات لاعاده النادي الاهلي للمسار الصحيح. مفيش حاجه بتتصحح ما بين يوم وليله، لكن في تركيز شديد وفي اراده كبيره جدا وطبيعيه جدا من مجلس اداره النادي الاهلي على تصحيح المسار في النادي الاهلي وبالتحديد في قطاع الكره. احنا بنتكلم عن قطاع الكره لان هو طبعا الوجهه الدائمه للنادي الاهلي. كمان الاخبار قالت ان كارتيرون يرفض البكاء على اللبن المسكوب، وده شيء طبيعي. النادي الاهلي سواء كسب او خسر بيطوي الصفحه تماما وينظر للامام، لان في تحديات اخرى النادي الاهلي بيشارك فيها، وهي طبعا عندنا بطوله كاس زايد، البطوله اللي هي البطوله العربيه يعني، وعندك كاس السوبر المصري السعودي مع اتحاد جده، وبعد كده عندك الدوري وعندك كاس مصر. لسه في تحديات كبيره جدا، وكمان عندك دور 32 من دوري ابطال افريقيا اللي هتخلص في مده صغيره جدا، خلال يعني تخلص في شهر 5، فبالتالي ان شاء الله عايزين بسرعه نقدر نحقق اللقب ده، وفي طرق كتير وخطوات كتير هيتم اتخاذها خلال الفتره المقبله عشان النادي الاهلي يقدر يسعد كل جماهيره، ده شيء مؤكد منه. كمان الاخبار قالت ان وليد سليمان يعتزل دوليا، دي جزئيه مهمه جدا وانا عايز اتكلم معاكم في الكواليس الخاصه باعتزال وليد سليمان اللعب الدولي. طبعا وليد سليمان لو اتكلمنا كده وتابعنا خلال الفترات اللي فاتت على مدار مشاركة وليد سليمان منذ بداية الموسم مع النادي الأهلي، الراجل بيأدي بشكل أكثر من رائع، ده اللي أدى إلى كل الفنيين وكل الخبراء قال لك إن وليد سليمان الراجل طبيعي وبديهي جدا إن هو يكون متواجد في منتخب مصر، رغم إن هو 33 سنة تقريبا، بس ده ما يمنعش إن وليد سليمان يكون متواجد في منتخب مصر وقدراته بتؤهله لكده والمستوى الفني بيظهر فيه بيؤهله لكده. بالتالي وليد سليمان اتكلم او اللي حصل بالظبط خلال عوده الفريق من رادس بعد الهزيمه الافريقيه. طبعا هو كان حزين جدا بسبب هزيمه النادي الاهلي، وكمان كان حزين جدا بسبب عدم انضمامه ايضا لقائمه المنتخب المصري اللي تم اعلان القائمه الخاصه بالمنتخب قبل مباراه الاهلي والترجي، مباراه الاياب بالتحديد. فتم التشاور ما بين وليد سليمان وبعض اصدقائه اللي كانوا متواجدين على الطياره اللي بتقل النادي الاهلي في طريق العوده للقاهره، وكمان تشاور مع احد الاصدقاء المقربين جدا ليه في الطياره، وده صديق مقرب جدا لوليد سليمان، وقال له انا خلاص انا بفكر ان انا اعتزل دوليا. صديق وليد سليمان قال له طب استنى يومين يمكن يحصل جديد في قائمه المنتخب يتم استدعائك. فوليد سليمان بعد ما رجع فعلا استنى اليومين، لكن مفيش جديد بالنسبه لوليد سليمان ما انضمش للمنتخب بناء عليه الراجل قرر الاعتزال دوليا. خبر اكيد حزين بالنسبه لكل جمهور الكره المصريه، ان وليد سليمان قيمه وقامه كبيره جدا للمنتخب المصري. بشكل عام نتمنى لك يا وليد كل التوفيق مع النادي الاهلي وكل طموحاتك ان شاء الله تحققها الفتره اللي جايه. طيب خلينا سريعا نروح لمقر النادي الاهلي في الجزيره، وزميلنا العزيز وصديقي العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي طبعا هناك، وهيقول لنا كل الاجواء الخاصه باليوم النهارده بشكل عام من مران الفريق حتى الاجتماعات اللي بتدور في هذه اللحظات. يا كريم مساء الخير عليك، طمنا، قول لنا ايه الاخبار كلها عندك في مقر النادي الاهلي في الجزيره. نبتدي بمران الفريق، قول لنا التمرين النهارده كان اخباره ايه، وبعد كده نكمل مع بعض. اتفضل يا كيمو. برحب بيك زميلي امير، وبرحب بكل الساده المشاهدين. ان شاء الله باذن الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي كالعاده. يمكن هذه الايام يمكن بتمر على النادي الاهلي وعلى جمهور النادي الاهلي ايام يمكن فيها بعض الحزن شويه على كل الجماهير، لكن كعاده البطل يمكن قدر البطل زي ما انت عارف يا امير ان هو يكون يسعد كل جمهور النادي الاهلي. مسؤوليه كبيره كالعاده على النادي الاهلي، كل الجمهور وكل اعضاء مجلس الاداره واعضاء النادي الاهلي المطالبه الوحيده طبعا بالبطولات، سواء نشارك في 4 بطولات او اكثر كمان من 4 بطولات. كعاده النادي الاهلي لابد يكون حاصل على هذه البطولات رغم كل الظروف المحيطه بالفريق، اصابات، غيابات، امور كثيره جدا، لكن ان شاء الله باذن الله صفحه واتقفلت بالنسبه لي البطوله الافريقيه. لسه الفتره القادمه للنادي الاهلي عندنا البطوله الافريقيه في النسخه الجديده كمان ان شاء الله تكون امل كبير للنادي الاهلي وامل جديد. لكن زي ما انت عارف زميلي امير النهارده يوم هام جدا داخل النادي الاهلي بالجزيره، اجتماع مجلس الاداره يسبق كمان اجتماع مجلس الاداره لو بتكلم معاك بشكل عام على تدريب فريق النادي الاهلي صباح اليوم اللي انطلق في الساعه 9:30 صباحا بحضور مستر باتريس كارتيرون، كابتن محمد يوسف، كابتن سامي قمصان، والكابتن مصطفى كمال، باستثناء مستر مايكل ليندمان مخطط الاحمال النهارده اللي كان غيابه متواجد في مران اليوم. كمان يمكن مستر باتريس المدير الفني فريق النادي الاهلي هو اللي كان بيخوض التدريب بشكل كامل، حتى كمان الفقرات اللي فيها بعض معدلات اللياقه البدنيه كان بيشرف عليها بنفسه مستر باتريس مع الكابتن محمد يوسف. كالعاده طبعا تدريب النهارده كان في بعض الاحمال البدنيه، بعض الامور الخاصه بالكره البسيطه جدا استعدادا طبعا لمباراه كاس زايد للانديه الابطال
الاهلي والوصل الاماراتي يوم 22 باذن الله في الامارات، بطوله جديده بدوافع جديده لفريق النادي الاهلي، اكيد في جلسات كثيره جدا من الجهاز الفني من لعيبه النادي الاهلي اللعيب الكبار كمان اللي بناكد عليهم، لابد يكون في غلق تام لهذه الصفحه الخاصه بالبطوله الافريقيه. خلاص الامور يمكن انتهت لفريق النادي الاهلي في هذه البطوله، لسه الامل اللي موجود خلال الفتره القادمه عندنا عدد من البطولات، لابد ان احنا نستعيد من جديد شخصيه النادي الاهلي. وزي ما بناكد يا امير وانت عارف مسؤوليه كبيره جدا ان النادي الاهلي يطالب بالفوز في كافه المباريات وكافه البطولات، ده قدر النادي الاهلي وقدر البطل كالعاده، لكن ثقتنا كبيره في النادي الاهلي وفي اعضاء مجلس الاداره وفي لعيبه النادي الاهلي وفي الجهاز الفني. ان شاء الله باذن الله كل الامور اللي فاتت بالنسبه لفريق النادي الاهلي اكيد هيكون في بعض الامور الخاصه منا مناقشات لمجلس الاداره لعيبه النادي الاهلي الجهاز الفني، في امور كثيره جدا ان شاء الله تصحح المسار سريعا وباقصى سرعه لفريق النادي الاهلي. يمكن لو بتكلم على ابرز الغيابات كمان يا امير، النهارده في التدريب النهارده يمكن ما شفناش حسام عاشور وعلي لطفي بيشاركوا النهارده في التدريبات الجماعيه مع انضمام طبعا الاصابات الخاصه بعمرو السوليه ومحمد هاني واحمد فتحي وهشام محمد، عدد كبير جدا من اللعيبه اللي مصابين يمكن بتضرب اصابات النادي الاهلي كثيره جدا، لكن منهم كمان بعض اللعيبه ان شاء الله تدريجيا يمكن خلاص هي في المراحل النهائيه للتاهيل. النهارده شفنا محمد نجيب يمكن في جلسه منفرده مع الكابتن محمد يوسف بيطمن عليه بشكل كبير جدا، بيشوف الحاله اللي وصل ليها محمد نجيب الامور بالنسبه له عامله ازاي، لان طبعا كل لعيبه ان شاء الله الفتره اللي جايه النادي الاهلي محتاجها بشكل كبير جدا نظرا للاصابات الكبيره اللي بتضرب فريق للنادي الاهلي. النادي الاهلي هيخش في تلاحم جديد للمباريات سواء في البطوله العربيه في بطوله الدوري العام، الامور يمكن خلال الفتره القادمه هتكون فيها مباريات عديده، فكان هام جدا من الجهاز الفني يكون في اطمئنان بشكل كبير على الاصابات. لو بكلمك كمان بقى زميلي امير، يمكن احنا في هذه يمكن في اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي متواجدين طبعا امام المكتب الخاص باجتماعات مجلس اداره النادي الاهلي، الكل متواجد. مجلس الاداره يمكن توافد قبل انطلاق الاجتماع اللي كان في الساعه الخامسه او انطلق في الساعه الخامسه، لكن توافد جميع اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي متواجدين بالداخل لمناقشه امور عديده جدا وهامه جدا. لو بنتكلم كالعاده طبعا بيكون اجتماعات مجلس الاداره فيها امور انشائيه امور خاصه اداريه، لكن طبعا كل جمهور النادي الاهلي وكل اعضاء الجمعيه العموميه في انتظار طبعا قرارات هامه جدا لمجلس الاداره تخص قطاع كره القدم بالنادي الاهلي، تصحيح المسار مطلوب وباقصى سرعه، وده اللي بيشتغل عليه مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب اللي سمعنا له طبعا يا امير مداخلته طبعا على شاشه قناه النادي الاهلي. كل جمهور النادي الاهلي على قلب رجل واحد خلف الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره وخلف النادي الاهلي اكيد خلال الفتره القادمه، منتظرين ان شاء الله يا امير باذن الله يكون في قرارات هامه جدا اليوم في نهايه اليوم. زي ما بقول لك الساعه 5 بدا الاجتماع الخاص بمجلس اداره النادي الاهلي، هيكون في تغييرات كثيره يا امير، وده اللي باكد لك عليه يمكن من خلال معلوماتنا اللي احنا بنحاول ان احنا طبعا نلم بعض المعلومات الخاصه بهذا الاجتماع او جدول الاعمال اللي هيتناقش فيه طبعا اليوم بالنسبه لاجتماع مجلس اداره النادي الاهلي. يمكن زي ما بقول لك هو يمكن امور خاصه انشائيه وامور اداريه، لكن الامر الهام جدا زي ما انت عارف زميلي امير وهو قطاع كره القدم. يمكن في انتظار طبعا القرارات دلوقتي طبعا هيطول شويه يا امير، لكن اكيد كالعاده طبعا نكون مستمرين معاكم لحظه بلحظه ان احنا ننقل لكم كل الاخبار والكواليس الخاصه باجتماع مجلس الاداره، لكن بنطمن كل جمهور النادي الاهلي كل اعضاء النادي الاهلي ستكون في يمكن قرارات خاصه خلال الاجتماع هذا لتصحيح المسار باقصى سرعه. زي ما بنقول النادي الاهلي الكل على قلب رجل واحد، الكل خلف النادي الاهلي كبوه ان شاء الله باذن الله، ما تقعدش معانا يمكن وقت تقعد معانا وقت قليل جدا باذن الله ان شاء الله تكون انطلاقه جديده وهي مباراه الوصل الاماراتي باذن الله. النادي الاهلي يستعيد من جديد شخصيه النادي الاهلي، يستعيد المكسب اللي بيتعود عليه كل جمهور النادي الاهلي، وباذن الله زي ما بنقول في كل رسائلنا امير او خلال لقاءاتنا ثقتنا كبيره جدا في لعيبتنا مهما كان ومهما حصل، ثقتنا لن ولم تهتز في لعيبه النادي الاهلي. وكالعاده امير زي ما بقول لك هنكون مستمرين معاك خلال اللحظات القادمه في اقرب وقت باذن الله نكون معاك لو في اي اخبار جديده صدرت من اجتماع مجلس الاداره الخاص بالنادي الاهلي هنا في مقر النادي الاهلي بالجزيره، اكيد هنكون بنوافي طبعا كل الجمهور وكل اعضاء الجمعيه العموميه. عوده ليك زميلي امير وانا معاك لو في اي استفسار. طيب بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا. طبعا الراجل قال لنا كل التفاصيل الخاصه باليوم النهارده بدايه من مران الفريق صباحا وحتى الاجتماعات اللي بتدور في هذه اللحظات. ما فيش اي حاجه رسميه يا جماعه طلعت دلوقتي عشان التكهنات والكلام الكتير اللي بيتقال دايما عن اقالات وتعيينات وصفقات وكلام، لسه ما فيش اي حاجه رسميه، الرسمي هيظهر في توقيته وده اللي متعودين دايما عليه من النادي الاهلي. وفي جزئيه كمان مهمه جدا، النادي الاهلي لما بيمر باي كبوه بيرجع اقوى من الاول، وده اللي احنا تعودنا عليه من قبل النادي الاهلي على مدار التاريخ بشكل عام، فان شاء الله النادي الاهلي هيرجع اقوى من الاول بشكل كبير جدا وهيسعد كل جمهوره ان شاء الله دايما يعني.
نكمل اخبارنا واهم الاخبار اللي هنعلق عليها ومجله الاهلي النهارده، واتكلمت على ان الخطيب يبدا عمليه تصحيح المسار ويؤكد لن يرتدي الفانيله الحمراء الا من يتحلى بشخصيه الاهلي. دي جزئيه مهمه جدا وتصريح هام جدا من كابتن محمود الخطيب، وهي يعني درايته وتاكده بشكل كبير جدا ان مهم قوي ان اللي يرتدي تيشيرت النادي الاهلي خلال الفترات المقبله يكون عنده الشخصيه بتاعه النادي الاهلي. في لاعبين مميزين في النادي الاهلي يا جماعه، يعني ايا كان طبعا اللاعبين ممكن ما يكونوش وفقوا في حظ بطوله دوري ابطال افريقيا، لكن في نفس الوقت الناس دي وصلت نهائي دوري ابطال افريقيا. في ممكن بعض العناصر اللي تصلح النادي الاهلي خلال فتره مقبله، وفي بعض العناصر التي لا تصلح النادي الاهلي خلال فتره مقبله، وده هيكون على حسب الرؤيه الفنيه للجهاز الفني بالتعاون والتنسيق مع لجنه الكره ومجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب. لكن الجميل جدا ان الراجل عنده درايه كامله جدا هو الكابتن محمود الخطيب بانه لازم يتعاقد مع لاعبين يقدروا يحملوا شخصيه النادي الاهلي، ويقدروا ان هم يتعاملوا مع ضغوط التيشيرت الخاص بالنادي الاهلي. بيلعب في النادي الاهلي دايما لازم يكون مختلف، عنده الشخصيه في ارضيه الملعب، وده اللي بيساعد الفريق دايما في المرور وتحقيق كل الامور اللي بيتمناها وكل البطولات والمباريات اللي بياخدها طبعا بشكل عام. الوفد كمان قالت يوم الحسم في الاهلي الخطيب يناقش اسباب زلزال رادس وتغييرات منتظره بالجهاز الفني، كلها برضو تكهنات، لسه فيش اي حاجه بشكل رسمي. من الوارد ان يكون في تغييرات في الجهاز الفني، لكن بعيد عن مستر باتريس كارتيرون زي ما قلت لكم، وبعيد عن كابتن محمد يوسف زي ما قلت لكم، لكن وارد ان الناس تكمل، وارد ان يكون في تغيير او اثنين، وارد يتم اضافه مدير للكره، وارد جدا جدا. يعني كلها امور حبان ان شاء الله خلال لحظات يعني او خلال ساعات قليله جدا على مدار اليوم النهارده. طيب كمان من ضمن الاخبار، والوفد قالت ان لجنه الكره تحسب ملف صفقات يناير مع كارتيرونا، مدير او المدرب الفرنسي يسلم تقرير يسلم القائمه الافريقيه. احنا زي ما احنا عارفين النادي الاهلي لازم النهارده يحدد 23 لاعب في القائمه الافريقيه او اي 23 لاعب في القائمه الافريقيه، ودي على فكره بالمناسبه هتبقى اعتقد ازمه، يعني ما اعرفش هيبقى ليها حلول ازاي، اكيد هيكون في حلول. وبالمناسبه في لجنه الطوارئ في الاتحاد الافريقي بتدرس هذا الموضوع، لان انت دلوقتي لما هتقي 23 في القائمه الافريقيه وقائمتك المحليه 25، طب انت لما هتخلص 23 دول هيبقى هيسمح لك بس ان انت تأيد 2 في يناير؟ ما هو ده مش منطقي برضه. طب الصفقات اللي هتيجي هيبقى موقفها ايه؟ فكلها امور لسه هيتم تداولها، وكلها امور هيتم التحدث فيها، ولجنه الطوارئ في الاتحاد الافريقي في الكاف بالتحديد بتحاول تلاقي حل للجزئيه دي. ان شاء الله هيكون في حل ليها، لان مهم جدا النادي الاهلي يضيف الصفقات اللي ان شاء الله هيتم التعاقد معاها في يناير عشان تكون اضافه للفريق، وخصوصا ان بطوله دوري ابطال افريقيا زي ما قلت لكم هتخلص شهر 5، مش هيكون في اي فتره انتقالات اخرى، او مش هيكون مسموح ان انت تضيف اي لاعب اخر، فبالتالي جزئيه هامه جدا ان شاء الله يعني يكون ليها حل. مجله الاهلي، الاهلي في الامارات بروح جديده استعدادا للوصل الخميس. هو ده بقى النادي الاهلي، ان احنا خلاص خلصنا فتره بحلوها بمرها. احنا دايما زي شعار النادي الاهلي اللي دايما بيتردد على الحلوه والمره معاه، وده شيء طبيعي ومعتاد من قبل جمهور النادي الاهلي بشكل كامل. فبالتالي خلاص في تحدي جديد بالنسبه للنادي الاهلي في كاس زايد والبطوله العربيه ومباراه الوصل، تعادلنا 2-2 في استاد برج العرب، نتيجه سلبيه بالنسبه للنادي الاهلي. الاهم النادي الاهلي يقدر يعود ايا كانت الظروف ايه هناك في الامارات، هناك هيكون في جمهور على فكره كتير للنادي الاهلي، احنا عارفين جمهور النادي الاهلي في كل مكان، فبالتالي هيكون في مؤازره ومسانده، وده اللي طلبه كابتن محمد يوسف من اللاعبين، التركيز في المرحله المقبله والتحديات المقبله، وده شيء بديهي ومنطقي جدا وتعودنا عليه ايضا من النادي الاهلي. كمان في حوار مهم جدا لمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق في مجله النادي، وقال يعني حقكم علينا، اكيد هو حزين زي بقيه اللاعبين النادي الاهلي، وبيقول لجمهور النادي الاهلي حقكم علينا، وبيوعد الجمهور انه يرد الاعتبار خلال الفتره المقبله وخلال البطولات ان شاء الله في اقرب وقت. وقال ان روح الفانيله الحمراء غابت في رادس، ودي حقيقه بصراحه، ما كناش شايفين النادي الاهلي خالص في ماتش الترجي هناك في تونس، يعني حاجه غريبه. تكتيكيا النادي الاهلي لغايه الدقيقه 45 كان بيلعب مباراه كويسه، الغلطه اللي حصلت والجون اللي جه في اخر الشوط دي طبعا يعني قلبت الامور راسا على عقب يعني بالنسبه للنادي الاهلي. وقال لو الدقائق عادت لسواء او لو عادت الدقائق لتغيرت الامور، طبعا مفيش حاجه بترجع خلاص، لكن الشناوي اكيد حارس جيد ومميز سواء هو او شريف اكرامي او علي لطفي، ممكن يكون في بعض الاخطاء، ممكن الشناوي الفتره دي ما يكونش موفق بشكل كبير، وده اللي احنا شفناه للاسف، لكن قادر محمد الشناوي بشخصيته هو احد ابناء النادي الاهلي ان هو يستعيد مستواه، لان مهم جدا النادي الاهلي يكون عنده حراس شخصيه كبيره جدا زي الشناوي زي اكرامي زي علي لطفي، مستواهم لازم يرجع ان شاء الله، هيكون اضافه قويه جدا 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 للنادي الاهلي. طيب نروح نشوف اهم الاخبار بالنسبه للنادي الاهلي على الموقع.
الشروق الدرندلي رئيسا لبعثة الأهلي في مواجهة الوصل الإماراتي. الشروق جلسة خاصة بين يوسف ونجيب على هامش مرور الأهلي. الوفد علي معلول ومحمد نجيب يواصلون التأهيل في الأهلي. الوطن سبورت اجتماع تنسيقي في الأهلي للترتيب لرحلة الإمارات. فيتو 60 دقيقة أشغال شقة أو أشغال بدنية للاعبي الأهلي في المران الصباحي. البوابة نيوز تدريبات تأهيلية لهشام محمد في مران الأهلي الصباحي. بوابة الأخبار عاشور يغيب عن مران الأهلي. 1-3 علي لطفي يغيب عن تدريبات الأهلي. سوبر كورة الأهلي ثالث أفضل جمهور في العالم خلال استفتاء ماركا الأسبانية. سوبر كورة اتحاد جدة يستعد للأهلي بودتين قبل السوبر المصري السعودي. طيب زي ما قلت لكم خلاص في مهمة داخل عليها النادي الأهلي وهي بطولة كاس زايد ومحاولة العودة في مباراة الوصل. إن شاء الله النادي الأهلي قادر على تخطي هذه العقبة والتأهل لدور الثمانية من هذه البطولة. الشروق قالت إن جلسة خاصة بين محمد يوسف ومحمد نجيب على هامش مران الأهلي النهاردة، وكابتن محمد يوسف كان بيطمن على محمد نجيب اللي عنده قطع في غضروف الركبة، بالتالي بيشوف أخباره إيه، حالته إيه، البرنامج التأهيلي بالنسبة له ماشي إزاي. محمد نجيب أحد العناصر المهمة وعناصر الخبرة في صفوف النادي الأهلي، نتمنى له كل الشفاء العاجل ويعود سريعا للملاعب. الوفد قالت ان علي معلول ومحمد نجيب بيواصلوا التاهيل في النادي الاهلي، وده اللي اطمنا عليه من خلال زميلنا كريم احمد منذ قليل وقال لنا كل الكواليس الخاصه بمران الاهلي النهارده. في بقى خبر يعني مهم جدا بالنسبه لجمهور النادي الاهلي وهو من سوبر كوره، وقالت ان الاهلي ثالث افضل جمهور في العالم خلال استفتاء ماركا الاسبانيه. زي ما احنا عارفين في استفتاء في الفتره دي بالنسبه لمجله ماركا الاسبانيه، واللي بتتكلم فيه عن ان نادي بالميراس البرازيلي تصدر الاستفتاء اللي طرحته المجله لاختيار افضل جمهور في العالم. بصوا ايا كان اللي هيحصل استفتاءات مش استفتاءات، هو افضل جمهور في العالم هو جمهور النادي الاهلي، ده حاجه معروفه. تمام. فالاختيار افضل جماهير في العالم بواقع يعني المتصدر الاستفتاء حتى الان بواقع 128,000 صوت هو بالميراس البرازيلي، ويليه على طول الرجاء البيضاوي المغربي في المركز الثاني ب 61,000 صوت، ثم النادي الاهلي في المركز الثالث ب 57,000 صوت. ريال بيتيس طبعا اسباني في المركز الرابع ب 47,000 صوت. يعني مطلوب من جمهور النادي الاهلي طبعا ان هو يصوت، يحاول يخلي النادي الاهلي في المركز الاول، لان هو شيء طبيعي ان النادي الاهلي هو عنده يعني جمهور عظيم جدا. طبعا القائمه ضمت عدد كبير جدا من الانديه في القارات المختلفه، ابرزها طبعا ريال بيتيس، بوكا جونيورز، اتلتيكو مدريد، ليفربول، بورشا دورتموند، اشبيليه، ريال مدريد، ريفال بليت، اتلتيك بلباو، بالميراس البرازيلي، برشلونه، فالنسيا، عدد كبير يعني من الأندية على مستوى العالم، وده شيء جيد يعني إن شاء الله النادي الأهلي هو أو جمهور النادي الأهلي هو اللي يتصدر هذا التصويت. بعد الفاصل نرجع ونواصل كل فقرات برنامج كلام في المجال. مستمرين معاكم كل متابعي قناه الاهلي في كل مكان. خليني اقول لكم خبر سريع كده وخاص بالمنتخب الاولمبي، المنتخب المصري الاولمبي اللي كسب منذ لحظات انتهت مباراته امام المنتخب التونسي وفاز بنتيجه 4-1، احرز الاهداف هدفين مصطفى محمد وهدف كريم العراقي وهدف ناصر منسي بعد ما كان المنتخب متاخر بهدف نظيف. ده كان اكيد ده خبر مهم، احنا زي ما احنا عارفين المنتخب الاولمبي بيستعد للامم الافريقيه اللي هتقام في مصر ان شاء الله في شهر 11 القادم يعني بعد سنه من دلوقتي، واللي من خلالها ان شاء الله بيتاهل اول ثلاث منتخبات للاولمبياد اكيد، وده شيء مهم جدا بالنسبه لنا كلنا كمصريين. طيب تعالوا نروح نشوف اهم الاخبار العالميه والمحليه واخبار محترفين في الخارج. الوطن سبورت اشرف صبحي مشروع الالف محترف سياتي بثماره في اقرب وقت. بوابة الأهرام محمد كامل سنوفر 1000 فرصة عمل بعد التعاون مع وزارة الرياضة. الشروق استادات تحصل على حقوق 15 ملعب في مصر. اليوم السابع لجنة المسابقات تعلن مواعيد المؤجلات والجولتين 17 و18 بالدوري الممتاز. اليوم السابع أحمد المحمدي لاعبو المنتخب لديهم العزم على حصد نقاط لقاء تونس.
الوفد 500 مشجع يؤازرون تونس امام منتخب مصر. فيتو المنتخب الوطني يختتم اليوم استعداداته لمواجهه تونس. البوابة نيوز الجري يلقي محاضرة بالفيديو على لاعبي المنتخب. سوبر كورة الجري والكنزاري يحضران مباراة مصر ومصر الأولمبي وتونس. أس ديمبلي يقترب من مزاملة محمد صلاح في ليفربول مقابل 100 مليون يورو. سبورت 360 أجويرو يكشف عن رأي جوارديولا في لون شعره. طيب من ضمن اهم الاخبار اللي قلناها طبعا في الاخبار المحليه تحديد وهو خاص بالدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه واللي قال ان مشروع الالف محترف سياتي بثماره في اقرب وقت وده كان من كلام مؤتمر صحفي وكان اتكلم على ان في مشروع مهم جدا طبعا خلال الفتره الجايه وهو محاوله ايجاد محترفين بشكل كبير جدا لمصر خلال الفتره اللي جايه ويكونوا يعني نتمنى ان هم يمشوا بنفس حزو محمد صلاح وبعض المحترفين طبعا متواجدين في الخارج. معنا كريم احمد يا جماعه تقرير. طيب خلينا نروح نشوف التقرير مع دكتور اشرف صبحي بعد طبعا المؤتمر الصحفي. تبنينا في 2014 وانا مساعد وزير تبنينا مشروع من المشروعات الجاده جدا مشروع قومي للناشئين. مشروع قومي للناشئين في الحقيقه من 2014 حتى الان في منه افرازات ونواتج هم ابطال مصر في الملاكمه وفي المصارعه وفي الجودو ياكد زملاتنا رؤساء الاتحادات اللي موجودين. احنا المشروع ده بينتقي من شباب مصر وفتيان مصر وفتيات مصر اللي هم ما بيلعبوش حاجه خالص لكن في مقاييس علميه موجوده بيقيسوا الجسم من جوه فسيولوجيته يعني ايه ضربات قلبه يعني دوره دمويه يعني حاجه اسمها السعه الرئويه والسعه الحيويه حاجات ليها معدلات قياس عشان لما يقيس يقول ينفع في ايه وما ينفعش في ايه ومعدل التنبؤ ازاي. كره القدم ليها طبيعه خاصه يمكن احنا شفنا كتير جدا يعني قياده سياسيه وبتتكلم ليه ما عندكوش كتير من محمد صلاح. الفكره مهمه جدا الحقيقه كان في الوزاره تقدم ايضا يعني بالمشروع تحت هذا المسمى يعني براندنج كده. كان انا جيت لقيت المشروع مقدم في الوزاره كابتن محمد وبدانا نبلور الفكره ونقول فعلا احنا محتاجين نعمل ده ليه ما يكونش عندنا الف محترف. الالف المحترف هو عنوان ممكن نجيب اكتر من كده وممكن على سنوات نوصل لهذا الرقم ده عنوان. الألف محترف احنا عندنا بقى محترفين في كرة القدم في الحقيقة فخر لينا كلنا. مش محمد صلاح بس، ده محمد صلاح وعندنا النني وعندنا حجازي وعندنا وردة وعندنا المحمدي وعندنا العالي اللي في كندا، يعني عندنا أسامي كتير والجيل ده ما شاء الله عليه يعني في أعلى الأندية كمان، فبالتالي حطينا المنظومة أو الفكرة اللي احنا شغالين فيها المنظومة، عندنا بلاتفورم زي ما أستاذ إبراهيم قال والسيت أب بتاعنا عملناه بس باختلاف ان كره القدم كمان لما هننتقي بهذا الجهد العلمي جدا والمدقق جدا هيتحط او هيوضع اللاعبين دول في مراكز تدريبيه وفي اكاديميات وهتوزع طبعا هنا بشكل مباشر مع الشركه المتخصصه او مع المتخصصين وهينتقى لجنه علميه على اعلى مستوى كبار الاسامي اللي في مصر تكون موجوده ان شاء الله يعني وكمان الخبراء من بره مصر اجانب هنجيبهم وكمان الولاد في طموح ان احنا نسفرهم بره يتعايشوا ويحتكوا خلال فترات التدريب علشان بنقول احنا مش هنقصنا حاجه خالص عشان احنا مصممين نكون بره وجوه المنتخبات المصريه ان شاء الله نساعد مع الاتحاد المصري لكره القدم زي ما بنساعد مع الاتحادات ان احنا كدوله نتدخل فقط لا غير في السيت اب في ان احنا ازاي نفكر نساعد بهذا الجهد والعلاقه ما بين القطاع الخاص وما بين القطاع الحكومي لازم تكون موجوده في كل المجالات. فبالتالي عندنا امل كبير ان احنا ان شاء الله يكون عندنا باقه كبيره بتشمل الكميه والكيفيه في اللاعب القوي قوي في الجسم في الشكل في البنيان في الصحه
في المهارة في أنه هو يقدر ينافس، كمان عنده فلسفة وثقافة الاحتراف، فلسفة وثقافة الاحتراف تكون موجودة. دي كلها عناصر المشروع بيستهدف لإخراج فعلا محترف حقيقي. لكن بنبدأ زي ما بيسموا الإنجليز لما بيعملوا هذا الموضوع grass roots، نبدأ من البداية خالص على مدار سنوات مع الرؤية اللي احنا طبقناها في المشروعات القومية الأخرى، وكرة القدم هندخلها. كلام مهم جدا طبعا من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، واكيد المشروع ده بالتعاون طبعا مع شركه برزنتيشن ليها ادوار كبيره جدا في الكره المصريه بصراحه، وادوار مهمه كمان في كيفيه ايجاد مواهب عديده ان شاء الله للكره المصريه خلال الفتره المقبله. وده اللي هيخلينا نتكلم على تصريح الاستاذ محمد كامل في بوابه الاهرام، واللي قال سنوفر 1000 فرصه عمل بدون بعد التعاون مع وزاره الشباب والرياضه، مش بس كيفيه توفير مواهب كتير بالنسبه للكره المصريه، لكن كمان توفير فرص عمل، وده شيء مهم ومميز جدا من قبل شركه برزنتيشن بشكل عام ومن قبل استاذ محمد كامل رئيس الشركه دي اللي بيقوم بمجهودات عظيمه بصراحه. كمان الشروق قالت ان استادات تحصل على حقوق 15 ملعب في مصر. احنا عارفين ان استادات دي عامه دي شركه حصلت على حقوق طبعا 15 ملعب في مصر. احنا عارفين الملاعب يمكن سيئه شويه عندنا هنا في مصر، محتاجه جوده اعلى، فبالتالي اكيد ده كان مهم قوي ان يكون في شركه تقدر تاخد حقوق 15 ملعب عشان تعدل طبعا من ارضيه الملعب وكل ما يخص من مرافق وبنيه تحتيه مهمه جدا للملاعب. خلينا نروح نشوف التقرير ده عن هذا الخبر ونرجع مرة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نشهدك أن ما أوتينا ذلك عن علم منا، الحمد لله رب العالمين. معالي الدكتور أشرف صبحي، والنهاردة يوم بالنسبة لي يوم جميل جدا، مولد ابن جديد لمجموعة إعلام المصريين شركة استادات. يمكن أول حد أنا هبدأ أتكلم عنه النهاردة هو اللي هو محمد العصار، اللي ببعت له رسالة حب النهاردة، السيد وزير الإنتاج الحربي قال لي ما حدش هيمضي معاك عقود تاني استادات، انسى ما فيش حد. يوم ما خدنا استاد السلام النهارده بنضم 15 استاد لشركه استادات، وتصبح النهارده شركه استادات اكبر شركه في منطقه الشرق الاوسط، تمتلك اداره منشات رياضيه لمده طويله 15 سنه و10 سنين. بشكره جدا لانه لولاه ما كناش بدانا المرحله دي، واعتقد انه لولا الدكتور اشرف صبحي اعتقد ما كناش وصلنا للمرحله اللي احنا وصلنا لها النهارده بخصوص اداره الاستادات. وموضوع استادات ده يا جماعه عشان اقول لكم احنا بقالنا فتره شغالين في الصناعه دي، كانت المشكله اللي بتواجهنا او اللي احنا شايفينها انه اختلاف ملاك الاداره للمنشآت الرياضيه في مصر. فهتلاقي انه مجموعه استادات تمتلكها وزاره الشباب والرياضه بتدير جزء منها وبتدي جزء منها لمحافظات انها تدورها، وزاره الانتاج الحربي عندها استاد اسمه استاد السلام مثلا، وزاره البترول عندها بترو سبورت، القوات المسلحه اخواتنا عندهم مجموعه استادات. علشان تعمل منظومه واحده تجمع كل الاستادات ده في شكل واحد، الموضوع ملوش حل يعني، لقيناه انه صعب جدا. فالحل اما كلمت شركاتنا واخواتنا في الجروب في اعلام المصريين على المشروع ان احنا ازاي نعمل مؤسسه او شركه تدير كل المنشات على فترات زمنيه طويله، وهي اللي تطور وهي اللي تشتغل عليها علشان توصل للمرحله اللي تخليها في نظام ثابت في الدخول وفي الخروج وفي الامن وفي التصوير في كل حاجه. فالحمد لله بدانا نشتغل على الملف بالشكل ده، واخدنا الحمد لله استاد السلام، والنهارده 15 استاد. الجماهير هم اصحاب الكوره، والجماهير هم اصحاب الارض، احنا خدامين الكوره وخدامين النهارده الارض. يمكن من 3 أو 4 أسابيع احنا غيرنا الشعار شركتنا وخليناه مش الكرة حياتنا بس، خليناها جمهور الكرة حياتنا. انا بقدم هنا دلوقتي رسالة حب لكل الجمهور المصري، وانا بعتذر لهم باسم برزنتيشن ان احنا لفترات طويلة جدا ما بصناش وما اهتمناش بالملف ده. وعايز اقول احنا كنا شايفينه كويس قوي، لكن الظروف ما كانتش مساعدانا، ولازم
هنا أقول أنه ما فيش جهة من جهات الدولة، مش بس وزارة الشباب والرياضة، كل الجهات اللي احنا بنتعامل معها بنروح لهم بملف الجمهور إلا ما نلاقي الناس مرحبين جدا، بيساعدوا جدا، عايزين جدا، لأن الدولة شايفة فعلا أنه عودة الجمهور دي حاجة كويسة جدا. وأعتقد البداية اللي احنا بدأناها من أول الموسم مع معالي وزير الشباب والرياضة، اللي أعتقد شخصيا أنه لو مش موجود ما كناش وصلنا حتى للخمس تلاف اللي دخلوا. حقيقي إن شاء الله الفترة اللي جاية هنشوف مع شركة استادات تغيير في شكل الاستادات. ولو انتوا خدتوا بالكم احنا مش واخدين الاستادات الكبيرة بس، احنا حتى واخدين استادات دوري الدرجة الثانية، استادات المنصورة، طنطا، دمياط، كل الاستادات. احنا مش بس هممنا جمهور الاندية الجماهيرية اللي في دوري الدرجة الاولى الدوري الممتاز، لا، حتى الجماهير اللي خاصين بدوري الدرجة الثانية عينينا عليهم، عايزينهم برضو يخشوا الاستاد بشكل هايل ويخرجوا بشكل هايل. لازم نحيي بصراحة الرجل أستاذ محمد كامل على المجهودات العظيمة اللي بيبذلها بصراحة في صالح الكرة المصرية، سواء اكتشاف مواهب أو المحاولة يعني في مساعدة الكرة المصرية على اكتشاف المواهب، البنية التحتية للكرة المصرية، استادات كمان مؤخرا، أكيد أشياء كبيرة جدا بيعملها أستاذ محمد كامل، وكمان مصاحبة شركته بشكل كامل وهي شركة بريزنتيشن. نكمل أخبارنا ونروح لليوم السابع اللي قالت أن لجنة المسابقات تعلن مواعيد المؤجلات والجولتين 17-18 بالدوري الممتاز. طيب خليني اقول لكم الجولات الخاصه بالنادي الاهلي والمؤجلات الخاصه بالفريق. طبعا احنا عارفين النادي الاهلي عنده مباراه يوم 22 الجاي ان شاء الله يوم الخميس مع فريق الوصل في بطوله كاس زايد هناك في الامارات، بعد كده مباراه يوم 27 ان شاء الله مع اتحاد جده في السوبر المصري السعودي، بعد كده ان شاء الله هيكون يوم السبت 1/12 الاهلي والمقاولون في الجوله رقم 16 مؤجله من جوله رقم 16، الاربع 5/12 هيكون الأهلي والجونة في الجولة السبعة مؤجلة من الجولة السبعة، يوم الحد 9/12 الأهلي وطلائع الجيش من الجولة الـ14، يوم الاثنين 17/12 الأهلي والنجوم من الجولة الـ12، يوم الأربع 26/12 الداخلية والأهلي من الجولة السادسة، ويوم الأحد 30/12 إنبي والأهلي من الجولة رقم 13، مباريات عديدة بالنسبة للنادي الأهلي. في بقى لسه بعض المؤجلات كمان اللي ما تحددش ميعاد ليها، بيراميدز من الأسبوع السابع طبعا مع النادي الأهلي، سموحة من الأسبوع الـ15، بتروجيت من الأسبوع التاسع، ومصر المقاصة من الأسبوع الـ11. هيبقى في ضغط كبير للأهلي في المباريات، لكن إن شاء الله لاعبي النادي الأهلي قد هذه أو هذا التحدي بالتحديد. طيب خلينا نروح سريعا لمداخله هاتفيه مهمه جدا مع صديقي العزيز استاذ احمد عبد الباسط. يا ابو حميد مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا صديقي امير، برحب بيك ومبسوط ان انا معاك ومع مشاهدي قناه الاهلي. انا اسعد طبعا ومنورنا اكيد، وعايزين نتكلم عن المؤتمر الصحفي الخاص بمستر اجيري النهارده واللي كان بيتكلم فيه طبعا عن استعدادات المنتخب لمباراه الغد امام تونس. أجيري طبعا النهارده كان المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة تونس بكره في التصفيات المؤهله لأمم أفريقيا، الراجل اتكلم على إنه يعني هو شايف الاختيارات اللي بيختارها من وجهة نظره هو اللي شايف ده الصح، هو اللي شايف ده الأنسب، ما بيختارش طبقا لأهواء مثلا أو إن الإعلام هو اللي يوجهه أو إن الجمهور هو اللي يوجهه. على الفور طبعا تم توجيه سؤال ليه بخصوص وليد سليمان، طب ليه وليد سليمان مش موجود في المنتخب او محمود علاء من الزمالك؟ قال انا عندي 400 لعيب عايزين يجوا المنتخب من الدوري المصري، فهل انا اضم اللعيبه دي كلها او اقعد ارد على اسئلتكم كلها ولا اعمل ايه؟ انا مش مطالب ان انا اعمل دوت، انا مطالب ان انا اختار العناصر اللي انا محتاجها والخطه بتاعتي محتاجاها وليه مرحله معينه، عايز مرحله عمريه واحلال وتجديد انا بعمله بطريقه معينه. فبالنسبه لنا ده المقياس بتاعنا، وانا مش في دماغي او مش في راسي يعني لعيب معين ان انا ابقى ضده. انا اللعيبه كلها عندي سواسيه، تمام، يعني ده اللي اتكلموا في الناحيه دي. الناحيه الثانيه هل كان ليه يا احمد اي تعليق على اعتزال وليد سليمان للعب الدولي؟ يعني هو علق على عدم انضمام وليد سليمان، لكن كان ليه تعليق على اعتزاله؟ رفض الكلام عموما على وليد سليمان سواء اعتزاله او سواء اي حاجه، لكن هو اتكلم في النقطه دي بس يا امير. اتكلم في النقطه دي، ما اتكلمش في الحاجه الفنيه يعني، تمام، اتكلم في النقطه دي بس. تمام. الو الو احمد معانا؟ احمد سامعك اتفضل. وطبعا اتكلموا على ان الراجل برضو احمد المحمد اتكلم معاه في المؤتمر وقال ان الخطه بتاعت اجيري خطه كويسه بالنسبه لنا، احنا بنحاول نقدم من خلالها. في نفس الوقت
هم بيقدموا مردود طيب من هجوميا على الاقل يرضي الجمهور، لكن هم بالنسبه لهم شايفين ان هم اتظلموا، قال كده ان احنا اتظلمنا مع هيكتور كوبر. ده بالنسبه لمحمدي. اجيري كمان برضه اتكلم قال لك انا مباراه الاهلي والترجي مش هتاثر اطلاقا على مواجهه المنتخب. احنا بالنسبه لنا كانت مباراه انديه، احنا هنا مباراه منتخبات. اللعيبه نفسها عارفه هي عايزه ايه من المباراه، اللعيبه نفسها مركزه في المباراه، عايزين نكسبها، عايزين نتصدر المجموعه. ده بالنسبه للمؤتمر ما كانش فيه حاجه يا امير من اللي هي مثلا لو اتكلمنا ان هي تعمل ضجه او حاجه، هو اتكلم كلام كله منطقي او كلام مرسل عموما. لكن لو بالنسبه للمعلومات يعني ممكن لو انت حابب تعرف حاجه عن التشكيل او اتفضل. طبعا يا ريت يا ريت، احنا عارفين كل الاخبار عندك بتاعت المنتخب يا احمد، قول لنا التشكيل ايه بالنسبه للتشكيل، وده اللي جربه الراجل امبارح في التدريبات. التدريبه الاساسيه النهارده ما بقاش مبين اي حاجه منعا ظهور اي حاجه، لان الاعلان بيبقى موجود. كان بادئ في حراسه المرمى، وده ان شاء الله بالنسبه لبكره هيبدا بكره، يبقى محمد الشناوي. حلو. وناحيه اليمين هيبقى احمد المحمدي. ناحيه الشمال يبقى موجود ايمن اشرف. في قلبهم طبعا هيلعب احمد حجازي وباهر المحمدي. قدامهم طبعا هيريح علي غزال في المباراه دي، وهيلعب بطارق حامد ومحمد المني. يبقى قدامهم عمرو ورده. ناحيه اليمين محمد صلاح في مكان المعتاد، وتريزيجيه ناحيه الشمال. وقدام يبقى المهاجم وحيد اللي هو مروان محسن. الخطه 4 3 3 عشان الناس اللي بتسمعنا. الخطه 4 3 3 وبتتحول في المباراه طبقا لمجريات اللعب. يعني اعتقد ان المنتخب التونسي برضو من متابعتي ليهم في بعض اللعيبه كتير جدا، يعني ما مش موجود غير معز بن شريفيه هو اللي موجود من ترجي. بعض اللعيبه مريحينها لانه عندهم ارتباطات كتير في الدوري. أكيد. الدوري ولجنه المسابقات هناك مريحه بعض اللعيبه او طلبت من الجهاز الفني، لان هم شايفين المباراه تحصيل حاصل. لكن المدير الفني مراد العقبي شدد واكد على انه المباراه بالنسبه له عايز يكسبها، لانه عايز يحافظ على تصنيفه سواء العربي او الافريقي. طبعا. او التصنيف العالمي. بجانب ان هم واخدين مباراه الاهلي والترجي حافز ليهم ان هم يكرروا. أكيد. يكرروا الفوز بان هو مدرب وطني، ومعين الشعباني اللي كان مدرب الترجي وطني. فهم عايزين يثبتوا نجاح التجربه الوطنيه داخل تونس يعني. طيب يعني احمد عبد الباسط طبعا زميلنا والناقد الرياضي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات الخاصه بالمنتخب والمؤتمر الصحفي الخاص بمستر الجيري النهارده، واللي اتكلم فيه عن استعدادات لمباراه مصر وتونس غدا ان شاء الله. مباراه اكيد مهمه، ومهم جدا النادي او مهم جدا المنتخب يفوز بهذه المباراه حتى لو ما فيش حسابات. طيب الاولويه دايما لينا ان احنا نروح او نشوف الاخبار ايه في النادي، يعني زي ما احنا شايفين طبعا دي صوره حيه دلوقتي في هذه اللحظات، وانا بتكلم معاكم من مقر النادي الاهلي في الجزيره. ده الاهم بالنسبه لنا النهارده، لو في اي جديد خرج بشكل رسمي يعني هنقوله لكم على طول، حتى لو يعني البرنامج بتاعنا ما لحقش، عندنا البرنامج اللي بعدين على طول مع كابتن عبد الحميد حسن ميدو في الاهلي الليله، واكيد هيتابع ايضا لحظه بلحظه كل ما يدور داخل جدران القلعه الحمراء وبالتحديد مقر النادي الاهلي في الجزيره، عشان نطمن جمهور النادي الاهلي على كل الامور اللي بتخص قطاع الكره بشكل عام. دي الاولويه بالنسبه لنا النهارده، ودي صوره حيه طبعا زي ما احنا عارفين من امام إقاعة الاجتماعات الخاصة بمجلس إدارة النادي الأهلي. طيب نروح نشوف أهم الأخبار على السوشيال ميديا. نبدا اخبارنا بمحمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني، واللي نشر صوره على تويتر من احد التدريبات وكان واضح عليه السعاده والتفاؤل. كمان نشر محمد النني لاعب ارسنال والمنتخب صوره على انستغرام من معسكر المنتخب مع عدد من اللاعبين. ونشر محمد عواد حارس مرمى الوحده السعودي صوره على انستغرام مع كابتن احمد ناجي مدرب الحراس وحراس مرمى المنتخب، محمد الشناوي وجنش وابو جبل من تمرين امبارح واضح عليهم جدا الامطار الغزيره، وكتب عواد انا بحب اللون الاسود. ماشي. اما وائل رياض شيتوس نجم الاهلي السابق ومدرب المنتخب الاولمبي، فنشر صوره على انستغرام مع رمضان صبحي من معسكر المنتخب الاولمبي، وكتب ابو التفانين حتوده، نتمنى ان هو يرجع رمضان صبحي ابو التفانين تاني يعني. اما المدرب محسن صالح فعلق على اعتزال وليد سليمان اللاعب الدولي، وكتب على تويتر احيي وليد سليمان على قرار الاعتزال الدولي، فلقد تاخر ضمه كثيرا رغم انه افضل من يلعب تحت راس الحربه مع صلاح في طريقه 4-3-2-1. وعالميا احتفلت الصفحه الرسميه لنادي يوفنتوس الايطالي على تويتر بعيد ميلاد نجم الفريق باولو ديبالا ال 25، ونشرت الصوره او نشرت الصفحه صوره لديبالا وكتبت عيد ميلاد سعيد ديبالا الذي يبلغ عامه ال 25 اليوم. ونشر النجم الفرنسي انطوان جريزمان فيديو على انستغرام مع عثمان ديمبلي من معسكر منتخب فرنسا، وحقهم الناس بصراحه ابطال العالم يعني طبيعي يعملوا اللي هم عايزينه. كمان نشر الفرنسي كيليان امبابي لاعب باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي صوره على انستغرام من جائزه افضل لاعب في الدوري الفرنسي لعام 2018.
واحتفل الأسباني سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد بعيد ميلاد ابنه ونشر صورة لهم سوا على إنستغرام وكتب: لقد وصلت لعالمنا قبل 3 سنوات لتضيء حياتنا، أبيك يجب أن يذهب إلى كرواتيا اليوم، لكنك تعلم أني أحبك، عيد ميلاد سعيد يا ماركيتو. ونشرت صفحة بريمير ليج وورد على تويتر فيديو لفيرجيل فان دايك لاعب ليفربول من أحد تدريبات المنتخب الهندي، تعالوا نشوف الفيديو. مميز جدا فان دايك بصراحة، أعتقد أنه فارق قوي مع ليفربول في الدوري الإنجليزي. طيب، أما شاكيري طبعا نجم ليفربول أيضا أحد اللاعبين المتواجدين في الفريق، حرص على تهنئة نادي بازل السويسري اللي كان بيلعب فيه طبعا فترة من الفترات بذكرى إنشائه، ونشر صورة لي أثناء فترة لعبه لنادي بازل وكتب: عيد ميلاد سعيد بازل 125 سنة. ونشر ديفيد ألابا لاعب بايرن ميونخ صورة له مع خاميس رودريغيز على تويتر وكتب: حزين جدا لسماع نبأ إصابتك في الركبة، أتمنى لك الشفاء العاجل خاميس رودريغيز. كمان نشرت صفحة نادي ريال مدريد على الباك ليفت في العالم، يعني مارسيلو لاعب كبير ومهاراته عالية جدا. نكمل أخبارنا على السوشيال ميديا، ونشر النجم الإنجليزي واين روني طبعا أحد النجوم الكبار في الكرة الإنجليزية صورة على تويتر قبل مباراة إنجلترا وأمريكا الودية النهاردة وكتب: أتطلع إلى ارتداء قميص منتخب إنجلترا الليلة لآخر مرة، تابعوا حسابي على تويتر حتى بعد اللعبة حتى تتمكن من متابعة ما يجرى والمعلومات عن مؤسسة واين روني الخيرية وكيفية التبرع، شكرا لدعمكم. ونشر التشيلي أرتولو فيدال صورة على تويتر وكتب: كان لدينا زيارة جميلة اليوم، لقد ملأ أطفال مؤسسة تيلتون تشيلي الخيرية حياتنا، شكرا لكم، المنتخب هو بيتكم. وأخيرا نشرت صفحة في الجول على تويتر فيديو النجم رونالدو أثناء حضوره أحد مباريات التنس وكتبت: رونالدو يلتقط أحد الكرات أثناء تواجده لمشاهدة مباراة نوفاك جوكوفيتش وجون إسنر في البطولة الختامية للتنس. تعالوا نشوف رونالدو. For Djokovic, who was so good that day on the returner serve. He was seeing it early and took Isner's serve apart. For Djokovic, who was so good that day on the returner serve. He was seeing it early. طيب بعد الفاصل تعالوا نكمل طبعا فقرات برنامج الاهلي ليله النهارده، او عفوا برنامج كلام في الميديا النهارده، وحديث هيكون مهم جدا وشيق جدا مع استاذ ايهاب الجنيدي الناقد الرياضي في المصري اليوم. استنونا بعد الفاصل. مستمرين معاكم مشاهدينا ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، بينضم لي في هذه اللحظات طبعا استاذ ايهاب الجنيدي الناقد الرياضي بالمصري اليوم واس ريبيا. استاذ ايهاب منورنا. نورك يعني. اخبارك ايه؟ تحياتي لكل جماهير النادي الاهلي. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ خير الحمد لله. حابب نبتدي من النهارده. نبتدي النادي الاهلي والاجتماعات المهمه لازم اكيد في النادي، وده اكيد امر بيهم كل الجمهور اللي بيتابعنا في هذه اللحظات. بتتابع ازاي الاجتماعات دي على مدار اليوم بدايه من الصباح حتى الان، يعني لسه اجتماعات مصر؟ والله انا شايف ان جماهير الاهلي في حاله غضب طبعا كلنا عارفينها بعد خساره النهائي الافريقي اللي كان الجماهير بدات تحتفل بيه. اكيد بنقول بعد الفوز هنا في برج العرب 3-1. كابتن الخطيب حاليا بيقوم بثوره تصحيح لازم للوقوف على كل الامور، وزي ما الراجل قال هو كده كده كنت هقف الوقفه ديت سواء الفريق خد اللقب او لم ياخذ اللقب الافريقي، لان في امور في الفرقه كانت محتاجه وقفه، محتاجه تصحيح في يعني الفريق نفسه حاليا النادي الاهلي مش هو ده الفريق اللي يرضي طموحات جماهير النادي الاهلي، في مراكز كتير محتاجه للتدعيم. في لاعبين هو طموحات جماهير النادي الاهلي ايه؟ ان انت دايما تفوز بالمركز الاول، ده طموحات جماهير النادي الاهلي. في مشكله كبيره عملها النادي الاهلي، ده ممكن اللي مزعل الجماهير شويه يعني. انا بقول لك في مشكله كبيره عملها النادي الاهلي انه عود جماهيره على البطولات. صح، عود جماهيره ان هو دايما نمبر 1 او المركز الاول. بالظبط. فبالتالي ان انت بتوصل لنهائي بطوله افريقيه، المباراه النهائيه دي حاجه كبيره في اي حاجه في العالم، بس مش هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما ما تعودش يكون رقم 2، النادي الاهلي لازم يبقى دايما رقم 1، وعشان كده كانت لازم الوقفه دي من الكابتن محمود الخطيب. في امور كتيره محتاجه للمعالجه. الجماهير بتثق حاليا في الكابتن الخطيب انه هيعدل الموضوع ده، هيشوف ايه الاوجه النقص واوجه القصور اللي في الفرقه، التدعيمات اللي محتاجاها الفرقه واللي لا جدال عليها. طبعا. الجهاز الفني في مشاكل في الجهاز الطبي لازم تتحل. صعيد الحمل البدني لاندمان اللي اعتقد انه لن يكون موجود في الفتره المقبله بعد كل المشكلات اللي حصلت. على عهده استاذ ايهاب الجنيدي
النادي، احنا هنا ما بنقولش حاجه غير لما تكون رسمي، لان احنا جهه رسميه للنادي الاهلي. فاستاذ ايهاب الجنيدي يعني بيتكلم كلام من على حد معلوماته. انا شايف ان الراجل أثر في لعيبة النادي الأهلي لأن من بشكل كبير الفترة اللي فاتت. ما أعتقدش الفترة الجاية هيكون لي مكان موجود داخل النادي. الجهاز الطبي لازم يبقى في وقفة معاه برضو على مسؤوليتي أنا برضو. الكلام ده أنا بعيدها بكرر كلامك. الجهاز الطبي في مشاكل كتير ظهرت في الفرقة، مش ممكن فرقة تكون بتلعب بطولة يعني بالشكل اللي احنا شفناه مع لعيبة النادي الأهلي، كل شوية لعيب مصاب، كل شوية لعيب يخرج بره بتاع، لعيب يرجع من إصابة يرجع لإصابة تاني. عايز أسأل سؤال، دي ممكن تكون مرتبطة بالأحمال؟ ما عشان كده اتكلمت على الاندمان. يعني برضو الجهاز الطبي احنا عندنا جهاز طبي جيد جدا بقيادة دكتور خالد محمود، من الوارد ان هو يكمل على فكرة لو جه حد ممكن يكون يعني رئيس جهاز طبي مثلا. بص يا امير، ما تطرقتش حتى انا ما جبتش اسم دكتور خالد محمود لاني كطبيب للفريق الجانب الطبي الصرف المعروف اللي هو مش ده اللي اثر على لعيبه النادي الاهلي زي ما قلت لك في البدايه الفتره اللي فاتت، الحمل البدني الخطا واللي ما كانش مظبوط مع اللعيبه. يعني انا شايف ان الراجل التونسي حسن شعلالي عشان كان متواجد في جهاز كابتن حسام كان راجل رائع يعني مع الفرقه صح. افضل بكتير من الاندمان حاليا. طيب يعني ازاي يقدر النادي الاهلي يتخطى الكبوه دي؟ لان النادي الاهلي زي ما اتكلمنا في بدايه حوارنا ان الكبوه بالنسبه له انك ما تفوز بالمركز الاول. تمام. تخطي المرحله دي بالنسبه للنادي الاهلي، شايف الخطوات اللي يتم اتخاذها تكون ازاي؟ والله انا شايف ان في شويه امور يجب انها توضع. اولا اختيار لعيبه تدرك وتعرف معنى قميص النادي الاهلي. طيب انا بس هقطعك معلش، انا بتكلم في يعني تخطي الكبوه في اللي جاي على طول. انت عندك مباراه مهمه جدا يوم الخميس الجاي امام الوصل بالظبط، خلاف طبعا تعقدات وكلام من ده وهنيجي معاك فيها، انا عارف ان انت عندك كلام كتير عايز تتكلم فيه في الحته دي. طيب هو مبدئيا لازم الجهاز يشتغل فنيا نفسيا دلوقتي على اللعيبه، واكيد مستر كارتيرون عارف الكلام ده واشتغل مع اللعيبه. لازم ننسى خلاص، لازم اللعيبه تحط في دماغها دلوقتي والجهاز الفني مصالحه الجماهير. الجماهير لن ترضى حاليا في ظل الوضع الصعب. خلينا نتفق ان الاهلي مسافر الامارات في وضع صعب، كان متعادل على ملعبك 2-2 ما بقول لك الظروف كلها كان نفسيا مش في صالحك. انت هنا تعادلت 2-2 ذهابا، نتيجه طبعا حتى لو انت تعادلت هناك بنتيجه اقل من دي تؤهل بطل الامارات، فانت رايح هناك لازم تكسب. ده حمل نفسي برضو كبير على اللعيبه. بس لعيبه النادي الاهلي انا واثق ان هي دلوقتي هم داخليا جواهم دلوقتي وفي ظل وجود اصحاب الخبرات واللعيبه اصحاب الحميه اللي فيهم روح الفنان الاهلي روح الفنان الحمراء زي وليد سليمان زي حسام عاشور زي شريف اكرامي احمد فتحي، اللعيبه دي موجوده هتقدر ان هي تلم الفرقه حاليا وتلم زمايلهم الشباب لان يصالحوا الجماهير ويعدوا مباراه. يعني هي هيكون زي تقديم حاجه اعتذار بسيط للجماهير الحمراء هو انك تتخطى ماتش الوصل الامارات وتتخطى دور ال 16 لبطوله الكاس زايد. اكيد شيء اكيد مهم جدا، لكن ضغط المباريات هيكون على النادي الاهلي كبير جدا الفتره الجايه. عندك مباراه الوصل، عندك مباراه السوبر المصري السعودي مع اتحاد جده، وبعد كده مباريات عديده في بطوله الدوري في شهر واحد. يعني عندك ادي 2 4 6 مباريات في شهر واحد، شهر 12 بالظبط، شهر 12 في 6 مباريات النادي الاهلي. كيف يتم التعامل من قبل النادي الاهلي مع ضغط المباريات دي؟ الجهاز الفني للنادي الاهلي وزي ما قال الكابتن محمد يوسف لازم يلجا لسياسه تدوير اللاعبين. لازم ادي الفرصه الفتره اللي جايه اللعيبه اللي ما كانتش في القائمه الافريقيه اللعيبه تبدا تشارك. عندنا عناصر كويسه في الدفاع، محمود الجزار واحمد علاء لازم ياخدوا الفرصه. شايف عندنا احمد الشيخ ممكن نبدا ندفع بيه برضو، محمد شريف لعيب كويس جدا وهايل في الماتشات اللي بيشارك فيها. صلاح محسن ما خدش كتير في البطوله الافريقيه، لازم ابدا برضو اديله كتير واثبته في هجوم النادي الاهلي لان هجوم النادي الاهلي بيعاني وبيعاني في ظل دايما غياب وليد ازارو، فلازم يبقى ليه دور اكبر الفتره الجايه. فدي من الوسيله ديت خلال سياسه تدوير اللاعبين انا ممكن اتغلب على الضغط ده لان هو انت اتحطيت فيها قدرك كبطل لمصر بتشارك سنويا في بطوله دوري ابطال افريقيا. لان المشكله دي مش جديده يا امير، احنا كل سنه والجهاز اللي فات وكابتن سعيد عبد القدوس كان يتكلم عن مدير الكوره مضغوطين طالعين من ماتش لماتش، فالنادي الاهلي دايما في المشكله دي نتيجه المشاركه في البطوله الافريقيه والضغط بينها وبين الدوري وزاد البطوله العربيه بالظبط. لسه اكمل لك ان السنه دي دخل كاس زايد للانديه مضغوطه برضو، والنادي الاهلي فيها وبيدافع عنها وبيدافع عن اسمه ككبير للعرب زي ما هو كبير لافريقيا. فلازم الجهاز الفني يلجا لمنح الفرصه لبعض اللاعبين اللي ما كانوش بيشاركوا في الفتره اللي فاتت ويبدا يبقى في شغل زي ما قلنا. هنرجع تاني على الجانب البدني مع اللعيبه بشكل افضل من اللي هو موجود دلوقتي. والجانب النفسي اكيد مهم جدا، الجانب النفسي لازم بعد خساره البطوله اللاعبين نفسيا للمباراه الموجوده لازم مباراه الوصل زي ما قلت لك لازم اول حاجه يتكلم فيها كارتيرون. وهو لو شفنا تدريب الاربعه اللي كان امبارح كان اول مره للفرقه اللي كان الصباحي،
كارتون مستر كارتون عمل ايه؟ الجلسه مع اللعيبه بالظبط. اول حاجه بمناسبه الجلسه دي يعني امبارح طبعا كان الفريق استأنف تدريباته من خلال مران، كان الساعه 9 الصبح قبل التمرين على طول كان في جلسه يعني كانت ما بين ساعه او ساعه الا ربع من كابتن محمد يوسف مستر باتريس كارتيرون، وكان في كلام كبير جدا مع اللاعبين كواليس الجلسه بالظبط، ان كان في كلام بلهجه قويه شويه من كابتن محمد يوسف بالتحديد مع اللاعبين، وقال لهم ان انتوا كان معظمكم بيتمنى ان ياخد الفرصه في النادي الاهلي وبيتمنى ان هو يساهم في البطولات، دلوقتي ما قدرتوش تحققوا بطوله مهمه جدا للجمهور، بصوا للي جاي، كان بلهجه يمكن قويه شويه، بصوا للي جاي والاهم النادي الاهلي ينافس على كل البطولات وعندنا تحديات كبيره. ده يعني مختصر الكلام اللي حصل امبارح. اتفضل. تمام. قلت اللي عايز اقوله ان مستر كارتيرون اتكلم مع اللعيبه ومستر كابتن محمد يوسف اتكلم مع اللعيبه، مش هو ده اللي النادي الاهلي عايزه منكم، ده قالهم كابتن محمد يوسف، قال لهم انتوا كنتوا على فرصه وجات لنا كواليس الجلسه لدخول التاريخ وتخليد اسمائكم الفوز بالبطوله ديت، النادي ما بخلش معاكم، النادي مع اللعيبه بيعمل كل جهد وبيوفر لهم كل شيء، كان لازم يقاتلوا اكتر، احنا مش هو ده النادي الاهلي اللي ظهر في استاد رادس ابدا، مش هو ده النادي الاهلي، مش هو ده النادي الاهلي اللي جماهيره متعوده منه انه بيكسب بره الملعب وجوه الملعب، زي ما حصل في دوري المجموعات عودهم ان الجماهير كانت واثقه في اللعيبه ثقه كبيره، انت رحت رادس في دوري المجموعات كسبت هناك، بعد ما تعادلت هنا رحت كسبت واحد وصدرت مجموعتك، هو ده النادي الاهلي، العب بره وجوه على الفوز، بلعب بروح النادي الاهلي بروح الفرقه الحمراء، بقاتل على الكوره، انما اللي احنا شفناه في يوم مباراه رادس كانش فيه وجود خالص الغيابات اثرت، الغيابات طبعا كل ما يحيط بالمباراه يعني قبليها ممكن يكون اثر على الفريق بشكل او اخر، ده طبعا احنا ما بنطلعش اثار للفريق لكن بنقول في عوامل ممكن تكون اثرت بشكل او باخر، بخلاف طبعا ان شخصيه النادي الاهلي ما كانتش موجوده في الملعب وعدد كبير من اللاعبين اللي كانوا متواجدين لازم يتحلوا بروح الفانيلا الحمراء اكثر من ذلك كمان. بص انا ليه رايي في الموضوع ده، انا لا احمل الجهاز الفني بقياده باتريس كارتيرون زي ما الكل هاجمه كتير ان هو لا يصلح ان هو يمشي وكذا، انا شايف ان الراجل ده مدرب كويس جدا، مدرب عنده فكر، مدرب مسك الفرقه مع احترامي برضو للجهاز الفني السابق بقياده حسام البدري، ولكن الفرقه كانت خسرانه ماتش ومتعادله ماتش في البطوله الافريقيه، مشي بيهم كله مكسب او تعادل، ده اللي عمل ما خسرش باستثناء مباراه وفاق الصيف قبل نهائي اللي هي هناك طبعا، وكان المكسب هنا كان كسبان 2 فقدر يتاهل بعد ما خسر في الجزائر 2-1 وجات الماتش النهائي، فالراجل عمل كان ليه بعض الاخطاء الفنيه في المباراه النهائيه لا احد ينكر ذلك يعني في قراءه المباراه اكيد، ولكن القماشه اللي عندي كانت ايه؟ القماشه اللي عندي في المباراه دي مش ممكن النادي الاهلي العب وانا في غياب كل الفرق في حاجه اسمها المحترفين في اوروبا في ليفربول في مانشستر في اي فرقه في العالم ريال مدريد اللعيبه المحترفه مصدر قوه لازم، اما يبقى قدامي لعيبه يوسف البلايلي الجزائري وما يبقى قدامي فوسيني كولوبالي بالظبط مع غياب فرانك كوم طبعا الايقاف نزيج العمل لا بس كانت القوه تحت موجوده، النادي الاهلي ياخد المباراه بدون علي معلول بدون اجاييه الثلاثه المحترفين بتوعه بدون وليد ازارو اللي توقف وقف غريب طبعا ايقاف غريب من الاتحاد الافريقي ما تشافش، بدليل تصريحات مسؤولي الاتحاد الافريقي قبل المباراه قال لك حتى لو حصل ايقاف هيبقى بعد المباراه النهائيه بالظبط، يعني ايقاف سريع طبعا كان ليه ظروفه كانت العمليه فيها شويه يعني مش عايزين نتكلم كتير شويه سياسه وشويه تظبيط بعد اخطاء الحكم والثوره في تونس واللي عمل الحكم فكان لازم طرديات حصلت شويه طرديات حصل كان الاخر بقى كان على راسها ايقاف وليد ازارو من الاتحاد الافريقي طبعا ده يعني ما يمنعش ان وليد ازارو غلط بصراحه لكن حتى لو طبعًا أخطأ. من قبل طبعًا أخطأ. الاهلي بيبقى في الغرف المغلقه يعني ما طبعا اخطا وانا واثق ان وجات لي المعلومه ان الكابتن محمود الخطيب قرر معاقبه ازارو من بعد الواقع يعني تمام من قبل عقوبات الاتحاد الافريقي كمان النادي الاهلي اتخذ قرار بعد المعلومات اللي عنده اللي هو عارفها بمواقبة اللاعب على مبادره منه ومش ممكن يكون مدرب محترف يعني الكلام الهراء اللي قاله الاتحاد الافريقي ان المدرب هينده اللاعب روح قطع التيشيرت بتاعك واللي بيحصل ده مش منطقي طبعا يعني بالظبط طيب يعني دي اكيد اشياء كانت مهمه جدا عايز اخد تعليقك على اعتزال وليد سليمان اللاعب الدولي انا شخصيا شايف ان وليد سليمان كان يجب ان يمنح الفرصه في الفتره ديت هما اتنين لعيبه في مصر بغض النظر عن ان الواحد في قناه الاهلي او اهلاوي او زملكاوي لا انا محمود علاء نادي الزمالك المدافع وليد سليمان النادي الاهلي دول لازم يبقوا كانوا موجودين في منتخب مصر الفتره ديت مش شايف لعيبه افضل منهم في مراكزهم بدليل يعني انا مش عايز اقول مظاهره الحب
نجوم مصر قالوا ايه يعني بعد اعتزال وليد سليمان كورة. والخبراء كلهم كابتن ميدو معترض حسام بيقولوا لا انا ضد ابراهيم سعيد، قال له برضو انت كابتن تستحق التواجد وافضل لاعب وكذا، وعايز وطبعا احنا عارفين ابراهيم وطريقته مش عارف، عايز اقول لك ان مش اجير اللي مستبعدك في اشاره للجهاز المعاون. طبعا كابتن محسن صالح قال له احييك انت اتخذت القرار لان انت افضل واحد تلعب جنب محمد صلاح تحت راس الحربه ماشي. كابتن طارق يحيى، طب الاسباب ممكن كابتن رضا عبعال قال له انت هم اللي خسروك، يعني كابتن رضا عبعال قال له هم اللي خسروك يا كابتن، ليه ما يختاروش وليد سليمان؟ يعني ما هو برضه حاجه غريبه لما يكون الناس كلها مجمعه على لعيب ان هو مهم يكون متواجد في منتخب مصر الفتره دي. نمشي او على حد معلوماتك بوجهه نظرنا ولا بوجهه نظر الجهاز الفني اللي انت عايز تقوله؟ ثلاثين سنة. هو 33 وليد عطف. يعني السنة دي هتبقى مواليد 84، فهنقول السنة خلاص 34 سنة. هي بطولة أفريقيا مش السنة الجاية؟ بالظبط. طب ايه المشكلة ما يكون لعيب عنده 34 سنة؟ لسه أنا لسه بتكلم النقطة دي اللي أنت بتقولها يا أمير حالا لسه بتكلم فيها مع أحد الزملاء يعني قبل ما أطلع هو بقول إيه المانع إن أنا أخد الراجل لكأس الأمم الأفريقية 2019 كاميرون ويعتزل. بالظبط. بعديها كرمته وبعدين مش حاجه غريبه يعني اللي هم بيقولوه، انا شايف ميلا شارك في كاس العالم يعني عنده حاجه 42 سنه البطوله الاقوى في العالم طبعا، ولاعيبه كتير كابتن عصام الحضري شارك في كاس العالم وعنده كام سنه اقبل لاعب في البطوله، لعيبه كتير يعني مش ظاهره غريبه. انا مش فاهم موقف الجهاز الفني للمنتخب المصري، وزي ما كتير من جماهير المصريه القرار اصابها بالغضب. خلي في بالك ان معظم النجوم اللي اتكلموا على وليد سليمان لو لاحظت نجوم من ابناء القلعه البيضاء، دي حقيقه واللي دفعوا عنه كله في اهلاويه طبعا في طبعا، بس بقول لك يعني النجوم اللي يعني الاراء جايه من وكذا مختلف الانتماءات بالظبط علقوا عليه واتكلموا في الموضوع كل في حاله رفض في الشارع المصري لقرار استبعاد كابتن وليد سليمان من المنتخب. هو موهبته طبعا بتفرض نفسها مش ممكن لاعب يكون بيقدم طبعا يعني الشعب المصري شعب ذواق، شعب بتاع الكوره بيحب اللعبه الحلوه، فازاي لعيب زي ده يبقى بره المنتخب؟ طب خصوصا كمان لو هو بيتكلموا على عنصر السن، طب المعسكر اللي فات مش ده كانوا واخدين احمد علي لاعب المقاولون العرب 32 او 33 بالظبط لولا الاصابه اللي حصلت وتم استبعاده. ده يطرح سؤال للجهاز الفني للمنتخب المصري، يعني هل في تضارب فيه يعني ولا هل بيرد بيقول لك ان المكان ده احنا مضطرين فيه؟ يعني ده البعض انا سمعت التعليق ان راس الحربه لا راس الحربه بنعاني انما المكان ده عندنا فيه محمد صلاح، عندنا فيه تريزيجيه، عندنا فيه احيانا بيدفع بعمرو ورده، فيه حسين الشحات عناصر جديد، فالجهاز الفني رايه انه عنده عناصر كتير شابه وان هو بيبني منتخب ل 2022 مونديال قطر وعايز لعيبه يبدا يبني على خطوره لعيبه صغيره في السن. ايا كان يعني وجهه نظر المنتخب الوطني والجهاز الفني بالتحديد تحترم بشكل كبير جدا، لان هم اكيد على درايه كبيره باللي يصلح للمنتخب المصري، لكن المؤكد ايضا ان وليد سليمان خساره كبيره ان هو ما يكونش متواجد في المنتخب، وخساره اكبر اعتزاله اللاعب الدولي. طيب بعد الفاصل هنرجع نواصل كلامنا مع استاذ ايهاب الجنيد. طبعا زي ما احنا كنا شايفين كده دي صوره حيه من النادي دلوقتي امام قاعه مجلس الاداره واجتماع الخاص بالمجلس، الكواليس بسرعه كده طبعا الدنيا هدوء بره القاعه زي ما شفنا كده، لكن جوه القاعه اكيد الدنيا ساخنه جدا، في كلام كتير اكيد بيتقال جوه. خليني اقول لكم من ساعه ما ابتدى الاجتماع من حوالي ساعه ونص او ساعتين الا ربع بالتحديد محدش خرج من الاوضه خالص، فواضح ان الاجتماع طبعا في امور عديده وزي ما احنا عارفين متوقعين يعني كلام هيكون كتير جدا في اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي النهارده، هو اجتماع مصيري ومهم جدا لقطاع الكره. ليك تعليق يا استاذ ايهاب؟
طبعا في كذا ملف قدامهم. الجهاز الفني في حاجات في تردد زي هيقعد مش هيقعد، بس انا عارف عايز اقول لك ان الحاجه الوحيده اللي مؤكده لدي واللي انا اعرفها ان باتريس كارترون مستمر. ما فيش تغيير مستمر، وحتى قال النهارده كده بعد ما خرج من الاجتماع والراجل خرج من اجتماع كابتن الخطيب بالظبط وقال مش هتكلم التفاصيل هيعلنها كابتن بيبو، ولكن انا مستمر في قياده الفريق وانا ما فكرتش ان انا امشي. في شويه نقاط هي حاليا مسببه السخونه داخل الغرف المغلقه بالظبط، مخطط الاحمال، منصب مدير الكوره. تمام، لان الفتره اللي فاتت اتكشفت ان لازم يبقى في مدير كوره. كابتن محمد يوسف اتفرغ لدوره كمدرب عام للفريق. مدرب حراس المرمى في كلام، هل يجيب حد، هل يستمر الموجود، فدي الامور اللي كلام كله على عهده استاذ ايهاب الجنيدي يا جماعه. ماشي، طب انت عايز تتكلم في الصفقات بالمره، اتفضل. طبعا صفقات، انت هو طبعا هو الاهلي مش عايز يعني صفقات، يعني المفروض منه ان هيكون في صفقات، يعني في صفقات، في صفقات ان شاء الله. مين الاسماء بقى من الكلام ده؟ في اسماء كتير جدا بنقراها يعني كل يوم، انت عندك معلومات معينه؟ النادي الاهلي قرب جدا من النجم منتخب سوريا احمد الصالح، عمر احمد الصالح بالظبط. كابتن سيد عبد الحفيظ، ما اقول للناس دي معلوماتك. على مسؤوليتي كابتن سيد عبد الحفيظ، كان موجود على عهدتك، اتفضل. ابن الاهلي والمحب الاهلي كان موجود في سوريا طبعا، بيخلص الصفقه وباذن الله يكون احمد الصالح احد او اول الصفقات. ترميم دفاع الفريق، الفريق محتاج مدافع قوي. ظهرت في البطوله الافريقيه ان احنا محتاجين ديفندر، حتى في ظل غياب احنا كنا بنلجا لايمن اشرف عشان مفيش الراجل كان بيأدي بصراحه يعني كنا لا، بس الفكره ان انا ان انا عندي عجز في المكان ده. صح، ماشي، ما هو من كتر ما دفعنا بيه في مركز قلب تونس الباك الشمال هم علي معلوم غياب يعني برضه لعيب مميز جدا. النادي الاهلي بيتكلم مع رمضان صبحي، مع رمضان صبحي بس اللاعب مش عايز يرجع من عالم الاحتراف، بس اكيد ان النادي الاهلي اتكلم معاه برضه على صحته وفتح حوار معاه، بس الراجل عايز تجربه. محمد صلاح تجربه مغريه لكل اللعيبه المصريين حاليا. رمضان صبحي عايز يكمل في هيدرسفيلد وعايز يكمل في الدوري الانجليزي وعايز لسه يجرب هيعمل ايه، ولكن النادي الاهلي كلمه. النادي الاهلي بيتكلم مع حسين الشحات تمام كجناح مهاجم عشان يجيبه الفتره الجايه. النادي الاهلي بيأهل ابنه. خلصت مع حسين الشحات ولا لسه؟ لحد معلوماتك انت؟ لحد معلوماتي ان لسه بيتكلموا، لان الراجل ناجح جدا في الدوري الاماراتي، بس هو عنده رغبه. هو عنده رغبه، عنده رغبه من ساعه ما ساب المقص بالظبط. كان عايز يجي النادي الاهلي تمام، وكان حاطط في دماغه انه يطلع الدوري الاماراتي لفتره ويرجع النادي الاهلي، ولكن حاليا يعني زي ما بيقول لك انا نجحت هناك والناس شافوه ناجحين ومتمسكين بيه. فبرضو من ضمن خيارات الاهلي المطروحه دلوقتي حاليا، والرهان بتاع جماهير النادي الاهلي واللي الناس الخبر ساعدها وما يعني تحس ان في انقسام بين سعاده وكذا، صالح جمعه. صالح جمعه، صالح جمعه الموهبه طبعا الكبيره يعني طبعا هيرجع النادي الاهلي حاليا زي ما قال الجهاز الرياضي بيجهزوه. شبه هيتم قيده يعني في يناير. انا بقول لك هيتم قيده في يناير. هل هيكون قادر على يعني حمل مركز صانع اللعب اللي الكره في ملعبه بقى؟ يعني هو فرص جات لك كتير اكيد يا صالح فنيا يعني كناس فنيين. راجل عنده القدرات اللي تخليه يؤدي في الدور عنده ده، عنده قدرات مش موجوده عند حد بالظبط، يعني ما انا بقول لك يؤدي بشكل مبدع في المكان ده بالظبط. انت يا صالح بقى هل تستغل؟ انا شايف ان ربنا بعت لك فرصه كبيره قوي بعد اللي حصل في الدوري السعودي وبعد ما مشوك وبعد سوري ما تقل التصريحات اللي طلعت من هناك اللي رافضينها، لاعب مش ملتزم، لاعب كذا. انت جات لك فرصه كبيره حاليا مع النادي الاهلي، بيتك واللي نجحت فيه وكذا، واللي جماهيرك بتحب يعني جماهيره بتحبك، دي حاجه يعني اللاعب المحبوب دي واللاعب الموهوب لازم يستغل دي. فانا شايف ان صالح جمعه قدامه فرصه الفتره الجايه انه يكون خيار مهم جدا للنادي الاهلي. طيب كل الكلام اللي اتقال من الاستاذ ايهاب الجنيدي على عهدته الشخصيه، سواء فيما يتعلق بالصفقات، بعض الامور اللي اتكلم فيها كلها على صفقاته على حد معلوماته، هو ناقد رياضي كبير جدا اكيد عنده المعلومات الخاصه بيه. طيب ده فيما يخص النادي الاهلي، نروح نتكلم عن منتخب مصر. بكره مباراه امام تونس في التصفيات المؤهله للامم الافريقيه 2019 في الكاميرون، لحد دلوقتي يعني المنتخب سواء مصر وتونس صعدوا خلاص، لكن اهميه المباراه دي شايفها ازاي؟ طيب دعنا نتفق اولا، انا مش مع الراي اللي بيقول ان الماتش مش مهم. تمام، فرقتين صعدوا والكلام ده، الكلام ده مش موجود في الكوره حاليا، مفيش حاجه اسمها. في عندك حاجه اسمها تصنيف شهري للفيفا، في منتخبات ليها تصنيف. الخساره دي في مباراه رسميه هتاثر على تصنيف مصر. الخساره دي هتاثر على تصنيف تونس لو تونس خسر. تمام، متصدر افريقيا ومتصدر العرب. فالماتش بيحمل اهميه كبيره جدا للفرقتين. ثانيا ان لازم ما ننساش ان مصر خسرت في الجوله الاولى امام تونس بهدف هناك بهدف نجم الترجي طه ياسين الخنيسي. فلازم ترد. الجماهير المصريه كمان جماهير النادي الاهلي هي جزء كبير من جماهير مصر بالظبط، وشايفه في الماتش ده
تعويض، مش عايز اقول يعني يعني مش عايز اقول تعويض، بس شايفه في ان رد انا ممكن اكسب منتخب تونس لسه خسران من الترجي، فالموضوع نفسيا تقيل لجماهير الكره المصريه، مش النادي الكبير ممثل قطب الكره المصريه النادي الاهلي هيخسر من الترجي، واجي انا النهارده هخسر برضو من منتخب تونس، لا في رد ليها، التصنيف بيفرق، الرد بيفرق، الظروف المحيطه حاليا يعني خلينا نقول ان الظروف زادت من اهميه المباراه، تمام، وظروف ماتش الاهلي والترجي هي اللي حملت المباراه دي الاهميه الكبيره، كما انها فرصه برضو للجهاز الفني لمنتخب مصر في ظل بعض الغيابات في بعض المراكز انه يدفع بلعيبه جديده ويجرب لعيبه جديده، تمام، في المباراه دي. النتيجه اللي توقع عليها سريع. ان شاء الله منتخب مصر هيكسب يا رب ان شاء الله. استاذ ايهاب الجنيدي الناقد الرياضي بالمصري اليوم واس اريبيا، بشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا النهارده. شكرا يا امير، وشكرا القناه والجماهير النادي الاهلي، نقول لهم اللي جاي افضل، استنوا ان شاء الله اللي جاي افضل، وما تقلقوش الاهلي كبير يا رب ان شاء الله. زي ما قال كده استاذ ايهاب الجنيدي، طبعا اللي جاي افضل ان شاء الله النادي الاهلي، اي كبوه بيمر بيها الفريق بيرجع اقوى من الاول، ده ان شاء الله بنتمناه من قبل مجلس اداره النادي الاهلي، الجهاز الفني، اللاعبين، كله ان شاء الله على قلب رجل واحد. هنكون متابعين معاكم طبعا. حلقتنا النهارده خلصت، لكن في حلقه بعدينا مهمه جدا من الاهلي الليله مع كابتن عبد الحميد حسن ميدو، هنكون متابعين معاكم ايضا لحظه بلحظه كل ما يدور داخل جدران القلعه الحمراء بالتحديد في مقر النادي الاهلي في الجزيره، واخر التطورات واخر القرارات في اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي النهارده. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده، استنونا حلقه جديده، تصبحوا على الف خير.